تقارب القطاعات تسريع وتيرة التنمية المستدامة هو شعار تظاهرة أسبوع أبوظبي للاستدامة 19 و2000 التي ستعرف توزيع جوائز الدورة 11 لجائزة الشيخ زايد للاستدامة. حفل الافتتاح شهد حضور الأمير مولاي رشيد ممثلا للملك محمد السادس إلى جانب عدد من قادة وممثلي الدول. أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته الحالية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر يركز على عدة محاور رئيسة، منها تحقيق التقارب بين العالمين المادي والرقمي ودور الطاقة الجديدة في الحد من تأثيرات التغير المناخي والمياه ومستقبل التنقل واستكشاف الفضاء إلى جانب التكنولوجيا من أجل حياة أفضل. وكرمت جائزة زايد للاستدامة هذه السنة نخبة من الرواد المتميزين ضمن فئاتها الخمس، وهي الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس العالمية. وتستقطب الجائزة مؤسسات مثل الشركات الصغرى والمتوسطة والمنظمات غير الربحية لتقديم حلولها الحالية التي أظهرت تأثيرا إيجابيا ملموسا، في حين تهدف فئات المدارس الثانوية العالمية إلى إلهام العقول الشابة وتشجيع المشاركات المنطوية على مفاهيم أو مشاريع مقترحة يمكن تنفيذها بواسطة المبلغ المالي الذي تمنحه الجائزة. ويهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعد أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم إلى تعزيز الفهم لإبراز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تسهم في تشكيل عالم اليوم. ويجمع الأسبوع تحت مظلته مزيجا فريدا من صانع القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا وقادة المستقبل في مجال الاستدامة.